سيكون المنتخب الوطني الأول على موعد هذا الاثنين مع ثاني خرجة إفريقية تدخل ضمن تصفيات كان 2021 بالكاميرون، عندما يواجه منتخب بوتسوانا على ميدانه بالعاصمة غابورون. رفقاء رامي بن سبعي المنتشون بفوز كاسح على زومبيا في مستهل التصفيات يتطلعون لمواصلة المشوار دون هزيمة منذ 16 مباراة كاملة ما بين رسمية وودية خاضوها طوال عام كامل. تعداد الخضر على الأغلب لن يشهد تغييرات كثيرة مقارنة بالتشكيلة التي واجهت زومبيا، فباستثناء محرز الغائب عن هذا الموعد لأسباب شخصية سيجدد الناخب الوطني جمال بلماضي ثقته في باقي المجموعة على أن يقحم بالقبلة أو سودان من البداية. وبين هذا وذاك يبقى الحذر مطلوب من منتخب بوتسوانا الذي وإن لم يكن له وزن كبير في القارة السمراء إلا أنه لن يكون ضحية سهلة المنال على أرضه وأمام جمهوره ومدربه الجزائري عادل عمروش.